نتكلم عن ملف حظر جماعة الإخوان الإرهابية وما يندرج تحتها من جماعات إرهابية. إيه السبب وراء إعادة هذا الملف مرة أخرى بعد عرقلته الحقيقة فترة كبيرة جدا بعد تولي ترامب للسلطة؟ في الحقيقة أنا شايف إنه السبب الرئيسي أو ربما كلمة السر الرئيسية في إعادة طرح الموضوع ده من جديد هي التمثل في وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. أعتقد مايك بومبيو بيلعب دور كبير جدا في الإدارة الأمريكية حاليا، وهو كان بيلعب دور كبير وهو عضو مجلس النواب في موضوع تحريك مجلس النواب والكونجرس الأمريكي بشكل عام وراء قرار حظر الاخوان المسلمين كمنظمه ارهابيه. يعني اعتقد انه في 2016 كان هو عضو في اللجنه القضائيه في مجلس النواب وتولى جهود كبيره، واللجنه بالفعل اقرت المشروع، لكن وزاره الخارجيه الامريكيه وقتها نتيجه لظروف سياسيه معينه لم تتبنى هذا المشروع وبالتالي لم يخرج الى النور. وبالتالي انا اعتقد ان كلمه السر هي وجود مايك بومبيو في الاداره الامريكيه. مش بس مايك بومبيو، يعني اعتقد ان التغييرات اللي تمت في الاداره الامريكيه منذ بضعه شهور اعتقد ان ليها دور كبير في الموضوع. يعني احنا كلنا اعتقد عارفين ان الاداره الامريكيه ما كانتش على قلب رجل واحد، وكان هناك اكثر من توجه، وكان هناك تقريبا فريقين، كل فريق شايف المصالحه الامريكيه بشكل مختلف عن الاخر. يعني كان ريكس تيلرسون على سبيل المثال وزير الخارجيه الامريكي السابق كان بيشوف ان المصالحه الامريكيه تقتضي بشكل او باخر وجود علاقه بشكل ما مع قطر، وجود علاقه بشكل ما مع تركيا، وبالتالي ده ربما حجم قرارات امريكيه كثيره. اعتقد الخطوه طيب السؤال بقى في سياق كلام حضرتك، المناقشات اللي حصلت النهارده وجلسه الاستماع اللي حصلت ايضا ممكن يعني تقضي بالفعل الى حظر هذه الجماعه بشكل نهائي؟ يعني احنا يعني مش لازم نكون متفائلين يعني هي قوي يعني، بس دي اعتقد بدايه جهود. يعني هي المساله مش النهارده كانت مجرد جلسه استماع، يعني مش جلسه تصويت، يعني كان مش فيها بس سياسيين، كان فيها خبراء، كان فيها بحثيه، كان في مثلا باحثين من مركز هاديسون، كان في باحثين من المنتدى الامريكي الاسلامي للديمقراطيه، كان في يعني مجموعه كبيره من الخبراء، وبالتالي كانت جلسه استماع. انا اعتقد انها بدايه تحرك، ودي في حد ذاتها خطوه ايجابيه، لان اعتقد ان الامر هنا يعني وزير الخارجيه الامريكي هنا بيملك سلطات كبيره، مثل بومبيو ممكن يكون يعني بيلعب دور في الموضوع، فبالتالي اعتقد انها ممكن تكون بدايه ايجابيه لتمرير المشروع هذه المره، لكن المساله مش بالسهوله. طيب لو تم تمرير المشروع بالفعل من خلال هذه النقاشات الدائره الان، الاداره الامريكيه بالتالي ستكون مجبره على يعني مناقشه علاقاتها او علاقات بعض الدول الحليفه ليها اللي ليها علاقه بالجماعات الارهابيه بشكل واضح وصريح، على سبيل المثال تركيا وقطر. الوضع ساعتها هيكون ازاي؟ بكل تأكيد يعني ده ربما اللي عرقل فكرة تمرير المشروع السنوات اللي فاتت، لأنه كان هناك ربما بعض الأطراف في الإدارة الأمريكية حريصة جدا على العلاقات مع تركيا ومع قطر، وهنا ممكن نقول إنها كانت ربما لأسباب شخصية. يعني كان عنده استثمارات نفطية كبرى وعلاقات مصالح كبيرة جدا مع تركيا ومع قطر. أعتقد الإدارة الحالية بشكلها الحالي ما أعتقدش إن عندها فكرة المصالح المزدوجة أو الرؤية المزدوجة للمصالح. أعتقد إنها كلها متحدة على مصادر تهديد الأمن القومي الأمريكي. هنا مش بتكلم بس على مايك بومبيو، بتكلم كمان على جون بولتون، بتكلم على أكثر من مسؤول أمريكي في الإدارة الأمريكية. أعتقد في الحالة دي لو تم تمرير المشروع أعتقد بالفعل إنه هتكون علاقات أمريكا مع دول كتير بتتبنى نهج الإخوان أو بتدعم الإخوان بشكل أو بآخر هتكون محتاجة للمراجعة بشكل قوي، لكن التأثير الأكبر هنا هيكون ربما على الإخوان كأفراد وليس على الإخوان كدول داعمة ليهم. يعني هنا بنتكلم على أفراد كتير بينتموا للإخوان موجودين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يتم طردهم، ربما يتم مصادرة أموالهم، ربما يتم تجميد حسابات ليهم، ربما يتم تجميد مصالح ليهم. بنتكلم على منظمات أمريكية كتير، يعني في منظمات إن جي أوز داخل الولايات المتحدة الأمريكية ليها علاقات كبيرة جدا بالإخوان، فده كده ممكن برضه ينعكس بشكل كبير عليهم.